Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Bir küçük boncuğum ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. شو سويت؟ شرف فريدة طول بالك، اهدى شوي. الله اهدى شوي جان الله. شرف لو سمحتوا ما بصير تقربوا. تعال معي بترجاك. اهدى شرف، تعال معنا شوي. فريدة شو هاد؟ موبايل؟ لك هذا صوت موبايل؟ لك مين هون؟ واضح إنه همك كبير كتير. قلبي عم يحترق من جوا. كنت اختفت وهلا ما منعرف إذا كانت ميتة ولا عايشة. هلا عم نستنى النتائج، ما عم نقدر نقول آه ونبكي. قلبي عم يحترق وحابس الآه جواتي. بعرف إنه هالشي غلط، بس بضل بسأل حالي هالسؤال، شو الغلط اللي ارتكبته لحتى عم يصير معنا كل هالشي؟ يلي بيصير معنا مستحيل يكون سوء، يا أما بيكون اختبار أو بيكون في رحمة إلنا وتكفير لذنوب كانت علينا. خلينا نقول إنه شي ولد تيتم، هذا موقف صعب ما هيك؟ مزبوط. يلي بيحملوا بقلبهم المحبة والإيمان بيرقدوا لمساعدة هداك اليتيم، بس بفضل مساعدته بيكسبوا رحمة كتير كبيرة وحسنات. يا ريت لو أعرف وين مكان كنتي هلأ
لحتى أركض لمساعدتها وين ما كانت. قالوا لنا بجوز تكون ميتة، وغير هيك الافتراءات الكبيرة اللي عم تمس شرفها. زوجة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أمنا عائشة رضي الله عنها، ما افتروا عليها؟ ايه طبعا. طيب قل لي شو صار بالنهاية؟ بيّن انه كل شيء كان افتراء. يعني برأيك بس هالشي كانت وسيلة لكتير خيرات، وبيّنت الفتن والفساد كل وقتها. شوف يا أخي، إذا اجت مشكلة فأهلا وسهلا، بدل ما نقول ليش صار هيك قول شو السبب. مظبوط، لازم أعرف شو سبب المشكلة. أول شي حاسب نفسك، وبعدين حاسب عيلتك عالشي اللي صار. ساعدوني. بترجاكم حدا يساعدني، تعالوا طالعوني من هون. حاجة تطلعوا فيني هيك؟ والله قلبي عم يحترق من جوا، وأنا كمان إنسانة. الإنسانة قال الإنسانة يلي عم تحكي عنها بيكون عندها شوية حيا وشوية خجل، عديمة الشرف. لك أنت ما في عندك ولا ذرة خجل؟ كيف قدران توقفي قدامنا هيك؟ ما عم بفهم، معقولة يكون في حدا بهالوقاحة هاي؟ ولا على بالها، عديمة الشرف. معقولة ما قدرنا نقلع هالحية من هون؟ آه يا جنان خانم، هي لزقت فينا ونفخت بسمة علينا، شو ما سوينا ما رح نقدر عليها. خلص لا تزعجي حالك، بشوفك بكرة، يلا تصبحي على خير. وانت بخير حبيبتي. قليلة الحياة. ألو، شوفي كمان، يلا أحكي. ألو منار، اللي مين أنت؟ أنت شو بتقرب على منار؟ ألو شبك ما تجاوبني؟ مين أنت وشو بدك من منار؟ شو رح يكون بدي منها؟ أنا بدي مصاريه، في إلي ديون كتير على أمها، وما رح أتركها بنوب لحتى تدفعون. قليل الأدب، سكر التليفون بوشي. منار، منار، شو صاير كمان؟ انتي ما في عندك موبايل؟ ليش عم تتصلي بصحاب امك من تليفون بيتنا؟ لا تفتحي عيونك وتطلعي هيك. ايوه انا دقيت اخر رقم. شو؟ كان نفس هداك الزلمة عم يصرخ ويقول بده مصرياته منك. ايه ما عم يتركني بحالي، وبعت لي كذا رسالة، بدي اتصل وما معي وحدات. ممنوع تتصلي من عنا، لازم تنظفي وساختك بنفسك، لا تدخلينا بمشاكلك. خلاص ماشي، لا تصرخي، ما رح عيدها بنوب. دخيلك يا ربي، دفنيني وانا عايشة. ساعدوني. اهلا وسهلا خير الدين. اهلين فيكي. انت وينك لهلا؟ والله قلقت عليك، ليش مو اخذ موبايلك؟ وين الاولاد؟ طلعوا لفوق عم يحكوا شوي مع صغار.
انت كيف صرت؟ ارتحت شوي؟ ايه ارتحت كتير احسن من قبل. ان شاء الله على طول. انا قدرت افهم وين غلطنا. شو؟ عرفت هلا شو كان ذنبنا. وشو ذنبنا بقى؟ نحن ما عم نقبل باللي عم يصير، وما عم نحاسب حالنا على السوق اللي سويناه. انت من وين بتجيب هالحكي؟ امشان الله شو السوق يلي سويناه؟ مين أزينا بحياتنا أو مين سرقنا؟ في كتير ناس بتساوي كل هالشغلات وما بصر لهم أي شيء، بس على طول نحنا. ما هذا اللي عم قوله يا خانم، بس نصبر شوي ورح يكون في خير بالنهاية. طيب يا ريت تكون هالنهاية بكير شوي. لا لا تحكي هيك، انت صبري شوي وبتشوفي. خلص ماشي رح أصبر. أختي جنان أهلا وسهلا. مبين إنك بكياني، شو صاير؟ بنتي بنتي ملاقيني اليوم جسة بتشبه. ها؟ كيف هيك؟ رشا أنا راسي كتير عم يوجعني، معلش نأجل الحكي لبعدين، أنا رح أخذ الدواء ونام. دقيقة دقيقة، أنتي ليش لابسة هيك ومزينة كتير؟ بابا أي ساعة رح يجي على البيت؟ بتعرفي شي؟ قال رح يتأخر شوي. أنتي ليش عم تسألي؟ بس ما تكوني طالعة لبرا. أي والله طالعة، حلوين الأواعي؟ رشا لوين بدك تروحي بنص الليل؟ أنا رايحة لشوف رفقاتي. نسيتي إنه أبوكي ما بيسمح لك تطلعي بالليل؟ آه أختي جنان أخصى عليكي، أنتي كمان. كنت عم أقول رح تدبرية. رشا أنا ما فيني أتحمل هالمسؤولية بنوم. لو إنك عرفتي يلي صار مع بنتي ما كنتي بتخطي خطوة واحدة بالليل لبرا. خلص ما رح يصير لي شي، يلا باي. رشا مع مين عم أحكي؟ ها؟ خلص قلت لك رح دير بالي، ما بيصير شي. على طول هيك بتفكروا، بعدين بتوقعوا بمصيبة. سنان تعال. تفضلي. تلحقه بتخلي عينك عليها منيح لحتى تعرف لوين رايحة، وبس تعرف لوين راحت بتخبر سيد مدحت فورا. يلا يلا. ماشي. شو انت ما رح تنام؟ لا والله انا مالي نعسان، روحي انت نامي هلا. ماما امير اخذ اللابتوب تبعه؟ لا ليكو هون. خلص انت لا تعذبي حالك، بترجاكي تركي انا فيني اخده. لا تسهر كتير. ها ماشي. تصحي على خير. تسجيلات الكاميرا صار لهم معي كم يوم، بس ما صح لي وقت لأتفرج عليهم. هات لنشوف إذا رح نلاقي شي بهالتسجيل نقدر نحصر فيه غالب أفندي بشي زاوية. صباح على خير شرف. صباح على خير شرف، وانتو من أهله؟ ليش ما نمت؟ صباح على خير يا أبي، رح نام بعد شوي. إيه امتى رح يناموا هدول؟ ناريمان خانهم ناموا صغار؟ ايه حبايبي صار لهم شوي نايمين.
بيساعدني. خود يا غالب أفندي، هاي دليل قوي ضدك. تعرف بهالتسجيلات اللي بإيدي فيني خليك تختخ بالحبوس؟ أنت رحت فيها. والله برافو عليك يا يسار. يا سيدي أنت ضربت ضربتك. هي جوا؟ ايه جوا معلم. مليت كتير من قعدة البيت منيح يلي اجينا لهون. على طول بجيب سهرون، وانا بتمنى كل يوم اجي اسهر معك. وانا هيك بتمنى كمان، رح نتسلى كتير. شو رأيك؟ امشي معي لشوف بسرعة. بابا يلا امشي بسرعة. بابا شو عم تساوي؟ شو أنا صغيرة بهدلتني برفقاتي؟ معناتها أمشي قبل ما بلش بهدلي عن جد. شو هالشغلة؟ أبوها شحطة. ايه. امشي بسرعة. خير بابا؟ شو صار؟ ليش فقت؟ والله ما قدرت نام، كنت عم بقرأ وعطشت. انت ليش سهران لهلا؟ ما في شيء، بعد شوي بنام، بس قلت لنشوف الانترنت شوي. ادعي لمرت أخوك يا ابني. أنا عم أدعي لها على طول، يعني معقولة ما أدعي لها؟ بس يعني أنا بدعي لها جوات قلبي حسب معرفتي. مو تدعي لها جوات قلبك، دعي لها من كل قلبك. تمام. على غرفتك يا أنسي، عالصالون. انت يلي خبرتي بابا ما هيك؟ عن جد أخس عليكي، انا مفكرتك اخت كبيره. احكي منيح مع جنان خانم، هي خبرتني لانها بتشوفك مثل بنتها. بس انت ولا على بالك بنوب، عم تطلعي تسهري بالبارات. طيب بلكي صار لك شيء وقتها بتقولي تعالوا ساعدوني. سيد مدحت بترجاك لا تحكي هيك، الله يحميها. انت باسطنبول يا أنسي احيانا بتكون مثل الجنة واحيانا بتكون مثل جهنم. انت لازم تسمعي كلمتي وبس، بعدين مو بنت اكبر مثال قدامك؟
مزبوط هالشي. حاجتك بقى زودتوها كتير، كنت عم تسلى شوي مع رفقاتي، وين المشكلة بهالشي هلأ؟ وانت بابا هلأ صرت تسأل وين بسهر؟ لازم تعرفي انه بنتي انا ما بتطلع من البيت بدون اذني، وممنوع انها تسهر بالبارات ولا الديسكوهات شو ما صار، بتضلي بالبيت. ليش ما بتشوف بنتك ياسمين؟ ما عم تنام بالبيت ولبست خاتم زلمة ما بدك اياه، ليش ما بتحكي معها هالحكي؟ قليلة أدب. لا سيد مدحت، بترجاك لا تكسر بخاطرها، هي بنتك، أنا غلطت مع بنتي، بترجاك لا تغلط مع بنتك. أهلا مهلك عليها، الله يخليك. روحي نامي، بس الصبح رح نحكي بكل شيء. Yitirdik sevdayı bir hiç uğruna, nelerden vazgeçtim senin uğruna. Hayat mı acı, sen misin acıtan? Yenildim işte gururuma. Geçer mi sensiz? Diner mi söyle acı? Hak etmedim yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. Hak etmedim yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. Sen benim dünyam. Sen benim kadın.
يلا استعجل، ليش ما عم تمشي بسرعة؟ نحن ما طالعين نتمشوار، يلا خلصني. بالأول خليني أشوف المصاري، ولا هالسيارة ما رح تمشي يا خانم، بدها بنزين لحتى تمشي. طيب أوف يا خد، بيكفوا هدول هلأ؟ شو هاد؟ عم اشحد منك؟ لك أنا بسببك صرت قاتل، بس هاد تمن هالشي؟ خلص بس أخذ موبايلي رح أعطيك أكتر، يلا سوق بسرعة. لا يا، شو شايفتيني ولد قدامك؟ ألاعيبك الوسخة ما عاد تمرق علي مرة تانية. قديشك واحد طمع. هاتي مصاري وخدي عيوني. شو بساوي بعيونك؟ ما بدي غير الموبايل. بس هالمصاري ما بيسو شي قدامي اللي سويته مشانك، بس معلش. شو هالزلمة هاد؟ آه يا شرف، طالما أنت ما عم تقلع هديك الحية من البيت لسه رح تبكي كتير. يعني كأني مبسوط كتير بوجودها هون. صدقني عم أحس كل ما أطلع بوشها كأني عم باكل 100 كف على وشي. إيه شو يعني؟ أنا خسرت كل شي وما عاد في طعم لحياتي. شايف لك لحط المسدس براسي وفجر بركي برتاح. استغفر الله، شبك لك أخي؟ حاجتك تخبيص، لازم تطول بالك. اسمع شو رح أقلك، مو بيقولوا لكل داء دواء؟ قديش هالطريق طويل؟ لما طلعتي من البيت ما حدا شافك ما هيك؟ لا، ليش؟ في سيارة صلى شوي ورانا. ابن حماها لفريدة؟ هذا أمير الشرطي؟ لك أنت شو عم تقولي؟ أنت مصرة كل مرة تحطينا بمشكلة. يا الله، من وين طلع هاد؟ منار؟ منار قومي. منار، أنا لازم أحكي معك شوي. منار؟ منار؟ وين انقلعت هي هلا؟ وين انقلعت؟ شرف، منار مالها هون. كيف يعني؟ ما لقيتها، مالها بالبيت منوب ومانا بغرفتها. هي اكيد عم تخطط لشي مشكله، لوين بدها تروح بهالساعه؟ ها
إذا مسكنا فيعني إنه راحت علينا. لك استعجل شوي. شوفي قديش سرعتنا. إيه معناها ضيعه. فوتوا بشي مكان. من وين طلع لنا هاد؟ لازم نضيعه ولا بعدين بينفضح كل شيء. كيف بتقدر تكون هادي كل هالقد؟ حاول تساوي شيء. لساته ورانا. عم يمشي بسرعة كبيرة. تحققوا منه. خدوا رقم السيارة. برأيي نطلع لبرا وندور عليها. وين بدنا ندور عليها؟ الله أعلم وين راحت. وين ممكن تروح بهالساعة؟ وانت ليش رحت على غرفتها؟ انا قلت لحالي بمسكها من شعراتها وبزتها هيك برات البيت. شو؟ نحن ضيعنا ما؟ هلا اكلنا هوا. شرطة. شرطة شو هلا؟ اصحك توقف. اذا ما وقفت رح يطلع ورانا. لا اصحك توقف. فتولو غير الطريق بسرعة. اصبري علي. خلاص اهدي ما بيصير شي. مساء الخير. مساء النور. تفضل. الشهادة والوراق. لحظة. مرتي حامل. تعبت شوي وأنا هلأ أخذها على المشفى. بس أنت ماشي غلط لأنه هالطريق بيوصل على الغابة. عن جد؟ من كتر مو مشغول بالي ما عرفان وين ماشي. شايف هديك الفتحة؟ بتلف منها بس لا تسوق بسرعة. ماشي. شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا. شو عم بيصير؟ ليش كلياتكم فايقين؟ منار ما لها موجودة. شلون يعني؟ خلينا نخلص بسرعة. لازم ارجع قبل ما ينتبهوا علي. انتهيت. انا رح اموت. متأكدة إنك وقعتي هون؟ أكيد لازم يكون وقع بهالجورة. طيب دق عليه وشوف. أه.
مو انا اللي دقيت. شو؟ انا لسه ما دقيت لك. ما عم ترد. انا شو قلت لكم؟ اكيد هالحرباية عم تخطط لشي. يعني وين ممكن تروح بهالوقت؟ عم يدقوا من البيت، انتبهوا لغيابي. يلا ساعدني. لك حاج صرخي يا لطيف، شو بتحكي؟ لك يقطع عمرك على هالقرف هاد. لا؟ ايه؟ لك انت شو فكرتيني؟ انا ماني مجرم، انا اليوم فكرت ميتة بس طلعت عايشة. بترجاك ساعدني، وحتى انا ما كنت رح اتخلص من عذاب ضميري. لا 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 تروح، انا ما فيني يكون سبب موت اي حدا. مشان الله ساعدني، بترجاك طالعني لبرا، تعال ساعدني. شافتك إلك، واذا ما قتلت رح تحكي ونحن اثنين رح نروح فيها. تعال ساعدني، ساعدني الله يخليك. تعال مشان الله ساعدني. يلا بترجاك ساعدني، ساعدني انا رح موت. ساعدني. شو عم بتساوي؟ يلا بترجاك لا تساوي هيك، بترجاك لا، مشان الله لا. الله يخليك طالعني من هون، انا ما بدي موت. لا تروح، طالعني من هون، بترجاك ساعدني. ما فيني ساويها، اذا بدك روحي انت مشان الله خدي اقتليها، هاي مشكلتك انت. دخيلك ساعدني، مشان الله لا تتركني هون، رح ساوي اللي بدك اياه، بس بترجاك طالعني. هات لشوف. شو بدك مني؟ انا شو ساويت لك؟ شو صار؟ مو سهله ما هيك؟ شفتي هيك شغلات صعبه كتير. بترجاك لا تساوي هيك. هاتي 500,000 بساويها. ومن وين بدي اجيب لك هيك مبلغ؟ طالعني من هون. معناتها انا رايح طالعها من ابره. انت جنيت شي؟ تعال لهون. بترجاك ساعدني. انا رح طالعك من هون بشرط بتسمعيني بتساوي اللي بقلك عليه.
شو فهمتي؟ ماشي، وعد اني رح ساوي اللي بدك اياه، بترجاك طالعني من هون. ألف حمد وشكر لك يا ربي، كنت رح أموت، كنت رح أختني، ليش دفنتني وأنا عايشة؟ سكتي، هي إجيت وطالعتك، استعجلي شوي، خلصيني قبل ما غير رأيي، إذا حابة تعيشي خليكي عاقلة.